وقال آخر: ويقال إنها لتأبط شرا. إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس ابن مالك، أهز به في ندوة الحي عطفه كما هز عطفي بالهجان الأوارك. قليل التشكي للمهم يصيبه، كثير الهوى شتى النوى والمسالك. يظل بمومات ويمسي بغيرها جحيشا، ويعروي ظهور المهالك، ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي بمنخرق من شده المتدارك. إذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل له كالئ من قلب شيحان فاتك، ويجعل عينيه ربيئة قلبه إلى سلة من حد أخلق باتك. إذا هزه في عظم قرن تهللت نواجد أفواه المنايا الضواحك، يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك.